هوني مع مؤتمر شرم الشيخ، رصدت كاميرا النهار اليوم حالة الركود السياحي في خليج نعمة، أشهر مناطق شرم الشيخ التي تعد مزارا لشراء الهدايا والتذكارية، حيث يعاني أصحاب المحال التجارية هناك من ضعف عدد السائحين سواء الأجانب أو العرب. احنا عاوزين الحكومة تبقى يعني الشفافية اكتر من كده. الحكومة تعرفنا بتعمل ايه في مجال السياحة، لانني منذ 4 شهور انا مش شايف تقدم في السياحة، وشايف ان بيدعموا شباب من تحت. اي نعم الشباب دي ممكن تكون بتفيد الفنادق او بتفيد ناس تانية، ناس مش محتاجة فلوس بمعنى اصح، زي الفنادق الديسكوهات. بس اعتقد ان قطاع المحلات واقع. انا متفائل عشان سيادة الرئيس موجود، واول مؤتمر ان شاء الله هو بوجوده، فالسياحة هتعود ان شاء الله. بس انا اناشد ان الناس بتعاني بصراحة ربنا، مستأجرين المحلات يعني بقول لك بينزلوا لهم تخفيض 75% 25%. طب انا هجيب منك 25% لما ما فيش دخل من الاساس؟ فانا بناشد انك حمل المصاريف هنا دي مسؤوليه لوحدها، انك تاكل وتشرب وشغلانه، يعني اقل واحد اللي بيمشي جنب الحيط يقول انا غلبان 100 جنيه في اليوم.